أن هؤلاء جاءوا وأخذوا يكتبون للإمام الحسين، والإمام الحسين لم يجبهم حتى وصل إليه ما يقارب من 70,000 كتاب كما في بعض الروايات بعض كتب السيرة، وهو لم يجبهم حتى أجابهم بعد ذلك لرفع الحجة ولدفع الواهية. طبعا يكتبون لأنهم كانوا يعيشوا حالة جوع، حالة ظلم، فيريد أي أحد يرفع عنهم ذلك الجور وذلك الظلم، وهم يعتقدون بأن ليس هناك أحد عادل في ذاك الوقت كإمامنا أبي عبد الله الحسين. المهم الإمام الحسين لم يجبهم، بعد ذلك أجابهم برفع الحجة ولدفع الواهمة، برفع الحجة ولدفع الواهمة، فأرسل لهم مسلم بن عقيل، ولما أراد إرسال مسلم، عرفوا المسلم يعني بيكون رجل دبلوماسي، وهذا لازم يكون يحمل معه وثيقة تثبت أنه فعلا مبتعد من قبل الحسين، وإلا شلون يصدق؟ فكتب الإمام الحسين كتاب، أريدكم تتأملون في هاي الكلمات. الإمام الحسين كتب هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين، أما بعد فقد بلغتني كتبكم ورسلكم وفهمت ما تطلبون وما تريدون، وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيت مسلم بن عقيل، وقد أمرتم بأن يكتب لي بحسن رأيكم وما أنتم عليه، وأنا قادم إليكم إن شاء الله. وختم الكتاب. أولاً هاي الشهادات موصفي مسلم مش كويس، هذه مو من واحد عالم، لو فقيه، يقول لي إن فلان ثقتي، ممكن ثقتك أنت، بس أنا حسب معاملتي وياه أرى مو ثقة، مو معصوم هذا الفقيه، لكن يجيني واحد من الحسين، واحد معصوم من الإمام الحسين، ويقول ثقتي والمفضل عندي، يعني هذا شنو مشانته هذا الرجل؟ إذن هذا المهم أعطاه الكتاب، أمر بالمسير مع قيس، إجا مسلم دخل المدينة، صلى في مسجد النبي محمد، صلى على محمد دخل وصلى وودع النبي وودع من أحب، ثم بعد ذلك ماذا؟ سار إلى الكوفة، فصار ما صار من أمره مع الدليلين في الطريق اللذين تاها وماتا عطشا، فما زال مستمر حتى وصل الكوفة، نزل في دار المختار، انتشر الخبر، ترى سفير الحسين موجود، أقبل الناس يبايعوا مسلم، يبايعون الحسين عن طريق مسلم، كل ما اجتمعوا جماعة قرأ عليهم مسلم كتاب الحسين وهم يبقون، حتى بايعهم في يوم واحد على ما قيل 18,000، هذا مش كويس، ممكن واحد يقول شلون انتم واحد جاي لنا ورقم المنبر وقام يجيب هالحجي من وين؟ شلون يصير 18,000؟ شلون؟ اقول لك اولا لان مساله نظام العراق كان نظام شنو؟ عشائر، نظام قبائل، هذا مو تجي العشيره تقبرها، هذا عندهم رئيس العشيره يجي، المهم يعني انتم عارفون بمثل هذا. على كل بايع عبد هذا العدد، فكتب الى الامام الحسين اخبره بالامر. لما اخبر كتب الامام الى الامام الحسين، وصل الخبر الى النعمان، خطب في الناس، اكو هناك واحد يقال له عبد الله بن مسلم، هذا رئيس قسم المخابرات ليزيد، رئيس قسم المخابرات، هذا اجى الى
إلى النعمان، قال لا يصبح ما ترى هذا إلا للغشم، وهذا رأي مستضعف. المهم صار كلام بينه وبينه ومشادة بينهما إلى أن عبيد إلى أن ماذا عبد الله بن مسلم اجتمع بشرطته وضباطه وجماعته زين المخابرات كامل واتفقوا على أن يرفعوا تقرير إلى يزيد. بالفعل رفعوا تقرير إلى يزيد بأن سفير الإمام الحسين قد وصل إلى الكوفة وأن النعمان لا يصبر. وصل الكتاب إلى يزيد، أرسل إلى عبيد الله بن زياد كان بالبصرة بأن يقصد الكوفة. بالفعل إجا هذا عبيد الله بن زياد، دخل الكوفة، وجد الناس مستأنسة، يجيهم واحد يرفع عنهم الظل والجور. إجا دخل إلى أن وصل إلى القصر. عجيب، بيصير إصلاح، إصلاح كل شيء بتصير. وإيش تبغى؟ تبغون مضايق؟ تبغون مساجد الهدوم؟ تبغى وإيش اللي عندكم؟ تبغون فلوس؟ ما عليك، أخذ يقدركم بعض الفتات وبعض الصرر كانت تلقى عليهم، وإذا دولات اللي كانوا يعيشون حالة من الضل وحالة، وإذا كل واحد نقض بيعته، وإذا كل واحد يطلب إلى الثاني، والله السياسة حرام. متى صارت حرام؟ أول حلال واجبة صارت حرام؟ صارت حرام؟ إيه السياسة حرام؟ وما لنا أعمال دخل بالسياسة؟ إيه الحسين سلطان؟ ويزيد سبحانه ما لنا والدخول بين الصلاة ما شاء الله. وإذا به النقب قيادة المسلمين، وإجا مسلم للصلاة يريد أحد وياه أعداد بسيطة، وين اللي كانوا؟ صلى المغرب انتهى، أراد أن يصلي صلاة العشاء، أحد يؤذن أحد يقيم، ما وين راح؟ ما صلى العشاء لوحده، خرج يلتفت يمين شمال يريد ما يدل على الطريق. ما يلا يا شيعه، يلا يا شيعه، خلونا نتوجه الان الى نحو الكوفه. تصور تلك الطرق والازقه المظلمه، وتصور مسلم كيف ينزق إلى زقاق، يريد أحد يدل على الطريق. ما التفت إلى غلام صغير، بني أين الذين بايعوا الحسين؟ قلت سيدي أنج بنفسك، لقد خذلوا الحسين، لقد نقضوا بيعة الحسين، أنج بنفسك. أخذ مسلم يدور في تلك الطرقات يريد أحدا يأويه، ماكو يريد أحد يأويه، ماكو. شوية وإذا به يلتفت أن أكو امرأة واقفة على باب دار، وإذا هاي طوعة امرأة يقال لها طوعة أقبل إلى الباب، صار قريبا إلى الباب، التفت إليها، التفتت إليه قائلة يا هذا ما تريد؟ قال أريد قليلا من الماء. دخلت تلك المرأة، جاءت إليه قليل من الماء، شرب الماء، أرجع الإناء، دخلت خرجت وإذا هو ما زال واقفا. التفتت إليه قائلة يا عبد الله طلبت الماء فسقيناك، ما لوقوفك على باب داري؟ هذا يقلب طرفه يمنة ويسرى، وجدت عليه آثار الصلاة، قالت لا أبيح لك الوقوف على باب داري. تنحى مسلم قليلا، التفتت إليه قائلة امضي إلى أهلك،
أسألكم يا شيعة ما حال المسلم عندما سمع بذكر الأهل والعشيرة؟ قال يا أبت الله، أنا ليس لي أهل ولا عشيرة في هذه البلد. من أنت؟ من أنت؟ ليس لك أهل؟ ليس لك عشيرة؟ قال بلى. من أنت؟ قال أنا سفير مظلوم. سفير مظلوم، من هو؟ قال أنا سفير غريب، أنا مسلم ابن عقيل. فصفقت في يد على أخرى ونادت وخجلتها ومصيبتان، لو طولت هل وقف يا هل واقف على الباب، لازم الهل وقف الطويل علوم واسبه، ما يدنق راسه ولا يوقف هالوقوف، غيار الذي محتار غمره ويمتلي خوف. نقسم عليك بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين من ذريته وبنيه، فك قيد المعصومين،
فرج عن المكروبين، شاف المرضى المؤمنين والمؤمنات، بحق النبي محمد وآله الوداد، وبحق حرمة سورة الفاتحة قبلها صلوات الله محمد.